الصورة اللي معانا النهارده صورة خطاب النادي الأهلي لاتحاد كرة السلة، واللي بيعلن فيها الأهلي ومجلس إدارته تنازلهم عن أي حقوق ليهم في البطولة ورغبتهم في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر تقديرا لجماهيره، وده بعد الأحداث اللي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلي والاتحاد يوم 24 ديسمبر الماضي، وحصلت حادثة وقوع وسقوط حاملة كاميرات البث على الجماهير، واللي أدت لتوقف المباراة وأنها ما تكملش. النادي الأهلي بيعبر عن سعادته بشفاء المصابين من جماهير الاتحاد وعودتهم لأسرهم، والحقيقة يعني حاجة يعني عارفة سمعتي عن الأخلاق. حركة شيك. حركة فيها أخلاق. حركة فيها شيك فعلا. فيها شياكة. فعلا حاجة فعلا جميلة أن الأهلي يعلن ده بنفسه ويبارك تتويج نادي الاتحاد بالبطولة ويساعد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة عشان يأكدوا لنا أن في حاجة اسمها قيم ومبادئ جميلة اتعلمناها ولازم نمارسها في الرياضة. فالصراحة كان قرار رائع جدا من مجلس إدارة الأهلي، والمنافسة مهمة جدا وتحقيق بطولة مهمة جدا، لكن المشاعر الإنسانية وتقدير الجماهير اللي اتصابت في الحادث أهم بكتير 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 من البطولات. الفوز بيروح وبيجي والبطولات بتروح وبتيجي، لكن المواقف الإنسانية والعلاقات قوية بين الناديين الكبيرين دايما بتكون أكبر وأهم من أي بطولة. هي دي مبادئ النادي الأهلي اللي تعودنا عليها واللي دايما بنتكلم عنها.